بسم الله الرحمن الرحيم. رح نبلش بشابتر 10، وهذا الدرس الأول منه موضوعه عن البارامتريك إكيويشنز. لاحظوا أنا البارامتريك إكيويشنز يعني بالجمع، هاي نقول عنها المعادلات الوسيطية. أقل إشي بيكونوا معادلتين، بيكون عندي منحنى بالإكس واي بلين، يعني كم متغير عندي اكس واي. باجي انا بدخل باراميتر، هذا الباراميتر بسميه تي. تي يعني في ناس بترجموه وسيط، فمش هيك بسموها المعادلات الوسيطيه، انه بندخل وسيط بين اكس واي، فبنكتب الاكس بدلاله تي والواي بدلاله تي. هذا كثير له تطبيقات، وعلى فكره ماده الكالكولوس 3 اللي هي التحليل الوسيط كثير كثير راح نستخدم هذا المفهوم اللي هو البارامتريك ايكويشنز. ليه؟ وبرضه بالفيزياء كمان، يعني عادة بيدخلوا التي اللي هو عادة احنا بنسميه تي رمز للتايم للزمن، فمرات بيعبروا عن الحركة اكس واي بدلالة التي. المهم اذا انا عبرت عن الاكس بدلالة التي والواي بدلالة التي، هذا بنسميه بارامتريك ايكويشن. اوكي، هاي البارامتريك ايكويشن. خليني اعطيكم مثال بسيط. مثلا يعني لو اعطيتك هاي المعادلة، مثلا y يساوي x تربيع، هاي بهذا الشكل تيجي، يعني كلكم تعرفوا بنسميه، اتذكروا الاسماء لانه انا بتهمني الاسماء. لما يكون التربيع للاكس او للواي، حتى هذا مثلا x يساوي y تربيع، هذا اللي بيكون التربيع اما للاكس او للواي بسموه اسم واحد، بسموه بارابولا. ما بدي اياك ترسم، بس بدي تتذكر الاسم بارابولا، قطع مكافئ. طبعا تعرف لما الاكس تربيع لو سالب لتحت بيجي، ولو الواي تربيع سالب للشمال. المهم اذا لقيت واحده منهم عليها تربيع والثانيه بدون تربيع، على طول شو اسمه؟ هذا اسمه بارابولا. طيب شوفوا كيف انا ممكن اعبر عن مثلا الواي تساوي اكس تربيع بمعادلتين. ممكن اسمي الاكس تي من عندي، هذا التي بدخله. طب حط بدل هاي الاكس تي، شو بتصير الواي؟ تي تربيع. بهذا الشكل انا عبرت عن نفس هذا المنحنى بارامتريك ايكويشن، انه الاكس بدلاله تي والواي بدلاله تي، دخلنا هون تي مثلا. خلينا نشوف شيء ثاني. لما يكون اثنين عليهم تربيع، لما يكون عندي مثلا اكس تربيع زائد واي تربيع مثلا تساوي واحد، هي معادله الدائره، هي سيركل الدائره. حتى مرات بيكون اختلاف بالمعاملات، يعني إذا كان اختلاف بالمعاملات بيصير شكل بيضوي، مثلا x تربيع على 4 زائد y تربيع على 9 تساوي 1. هذا لو تيجي ترسمه، لو تيجي تصفر ال y بيطلع مقاطع x موجب سالب 2، ومقاطع ال y موجب سالب 3، بيطلع إيش؟ بيطلع يعني بالطول جاي. هذا كنتوا تسموه قطع ناقص، احنا بالانجليزي احفظوا لي اسمه، اسمه إليبس. بدي اسمائهم، ضروري اسمائهم، لانه هذا الدرس بيجي سؤال على الاسم. فاذا هي الحاله العامه إليبس، حاله خاصه منها السيركل. طبعا كيف بميز انا البارابولا؟ بتكون واحده بس عليها تربيع، اما الاكس او الواي، الثانيه بدون تربيع. هذا ايش بنقول له؟ بارابولا، قطع مكافئ. اذا كانوا الاثنين عليهم تربيع وبينهم زائد، بقول له إليبس. إذا كان نفس المعاملات، يعني هاي نفس هاي مثلا جزون 4 4 9، بصير سيركل، بصير دائرة. يعني السيركل حالة خاصة من الإليبس. طيب في حالة بيجوا الاثنين عليهم تربيع بس بينهم ناقص مش زائد، هذا كنا نسميه القطع الزائد. بالإنجليزي احفظوا لي اسمه، اسمه هايبر بولا. تمام؟ يعني في عندي إذا واحد منهم عليه تربيع والثاني بدون تربيع، هذا ايش اسمه؟ بارابولا، قطع مكافئ. إذا الاثنين عليهم تربيع وبينهم زائد بنسميه إليبس. إذا نفس المعاملات سيركل. هون ما بتفرق نفس المعاملات أو مش نفس المعاملات، إذا بينهم ناقص شو بنقول له؟ هايبر بولا، يعني قطع زائد. هسا شوفوا هون نقدر نستخدم الساين والكوساين، يعني لو بدل الإكس حطيت ساين مثلا، وبدل الواي حطيت كوساين. جرب عوض هون ساين تربيع زائد كوساين تربيع واحد. هذول عادة بيستخدموا فيهن هاي هون مثلا في عندك سيكنت تربيع ناقص تان تربيع تساوي واحد، فممكن افرض الاكس سيكنت تي والواي تان تي. جرب عوض هون،
سيكنت تربيع ناقص تان تربيع قديش واحد. فانت هون بالنسبه لهذول السيركل والهايبربولا ممكن نعبر عنهم باستخدام الترجنومتريك فانكشن، يعني ساين كوساين او سيكنت تان. طبعا انت لما تيجي تطبقها تعمل هاي المتطابقه بيطلع معك هايبربولا. اوكي احفظوا لي اسمهم، ما بدي ترسم، بدي بس الاسم. اذا واحد عليه تربيع والثاني بدون تربيع شو قلنا اسمه؟ بارابولا، قطع مكافئ. اذا الاثنين عليهم تربيع بينهم زائد إليبس. إليبس ايش يعني إليبس؟ يعني قطع ناقص او شكل بيضوي يعني بيجي. طبعا اذا نفس المعاملات سيركل، السيركل حاله خاصه من الإليبس. الهايبربولا بيكون اثنين تربيع بس شو بينهم؟ ناقص. طب تخيل ليك لا هذا لا الاول تربيع ولا الثاني تربيع، مثلا اكس زائد واي تساوي واحد، هاي شو رسمتها؟ خط، هاي لاين. يعني لو عوض مثلا الاكس صفر تعطيك اكس واحد واي واحد مثلا، هاي هذا ايش؟ لاين. فانتو دائما اذا سالتك عن الشكل حاول اول شيء تخلص من التي اللي هو الباراميتر، حاول تخلص من التي، التي اللي هو الباراميتر، يعني في عندي اكس تي واي تي، لو شلت التي تطلع دلاله اكس واي. هسه بتيجي انت بتشوف اذا واحد منهم عليها تربيع والثاني بدون تربيع بارابولا، اذا التنتين تربيع وبينهم زائد إليبس. اذا نفس المعامل هون بنقول له سيركل، حاله خاصه من إليبس. اذا كان بينهم ناقص التربيع وتربيع وبينهم ناقص هايبربولا، قطع زائد. هسه لو ولا واحد تربيع شو بيكون؟ لاين، اللي هو خط مستقيم. مكتوب هذا الحكي هون طبعا. اوكي اذا اول شيء عرضنا شاني بارامتريك ايكويشن، عرفتوا كلكم شاني بارامتريك، انه ايش بتكون الاكس بدلاله تي واي بدلاله تي. شوف اذا لو عرفت على فتره عوض الاي اكس اي واي اي، هي بدايه الرسمه، هي بتكون اكس اي واي اي هون بدايتها ونهايتها عند البي. فانت لما تيجي بدك تعرف بدايه ونهايه بتعوض هاي هون تعطيك النقطه البدايه، عوضها هون محل التي تعطيك نقطه النهايه. طبعا انت ممكن تلغي التي وتشوف الشكل، اذا واحد منهم عليها تربيع والثاني بدون تربيع بارابولا، قطع مكافئ. الاثنين تربيع بينهم ناقص هايبربولا، بينهم زائد إليبس. اذا كان نفس المعامل شو بصير؟ سيركل. هسه اذا ولا واحد تربيع لاين، بيهمني الاسم. هاي المتطابقات نضل دائما متذكرينها، ساين تربيع زائد كوساين تربيع تساوي واحد، معروفه هاي، والتان تربيع زائد واحد سيكنت تربيع، كوتان تربيع زائد واحد كوسيكنت تربيع، وهاي الكوساين تو اكس. هذول بدي اقول لانه راح نستخدمهم، هسه بوريكم كيف راح نستخدمهم. مثلا هون قال لي ايدنتيفاي، شو يعني ايدنتيفاي؟ يعني اعطيني عرف. ومرات يعني كلمه ايدنتيفاي بتقول لك انه اعطيني معلومات زياده، يعني مثلا اذا دائره اعطيني شو نصف القطر، شو المركز، اذا خط اعطيني شو الاسلوب، شو الميل تبعه. فكلمه ايدنتيفاي يعني اعطيني معلومات، عرفني بيه، اقل ما فيها اذكر لي اسمه. طيب لما تلاقي ساين وكوساين تتذكر هاي المتطابقة، ساين تربيع زائد كوساين تربيع واحد. طب حط بدل الساين اكس، شو بصير هون؟ اكس تربيع وهون واي تربيع، اذا هاي تربيع تربيع ونفس المعامل، اذا هاي ايش؟ سيركل. بيهمنا الاسم. طبعا هاي السيركل اللي بهذا الشكل بيكون مركزها صفر وصفر ونصف قطرة واحد. طيب هون خلي الساين لحاله شو بصير؟ اكس على اثنين، والكوساين لحاله واي على ثلاث. طيب هسه ساين تربيع زائد كوساين تربيع تساوي واحد، الساين تربيع اكس تربيع على اربعة، ربعت هاي، والكوساين تربيع واي تربيع على تسعة، طبعا زائد اذا ايش؟ إليبس. هون ليش قلت سيركل؟ لانه نفس المعامل، حكينا اذا المعامل اختلف، اذا الاي والبي مختلفات شو بيكون؟ إليبس. اذا نفس المعامل يعني هون اي وهون اي او بي بيكون ايش؟ سيركل. فهذا إليبس. شو تلاحظوا انتو لما تلاقي ساين وكوساين؟ شوف المعاملات، اذا المعاملات اللي هون متشابهة واحد على طول سيركل، إذا لقيت المختلفات شو بتقول؟ إليبس. يعني إذا بدك تعرفها بسرعة بدون ما تحوله. خلينا نأخذ أمثلة زيادة، خلينا نشوف هذا المثال. هنا في كثير ناس مرات بيحفظها حفظا، ما بديكم تحفظوها، بديكم تطبقوا المتطابقات. يعني هون مثلا أنا بعرف ساين تربيع زائد كوساين تربيع واحد، طيب هسا الساين واي، فالساين تربيع بتصير واي تربيع، لكن الكوساين تربيع إكس مش إكس تربيع، لأن هي أصلا تربيع، شايفينها؟ فهون شو صار عندك؟ واحدة تربيع، معناته هذا ايش؟ بارابولا. هون كوساين 2t في له الكوساين له ثلاث متطابقات، خلينا ناخذ اللي فيها الساين. كوساين 2t 1 ناقص 2 ساين تربيع، حلو. هسه محل الكوساين 2t بحط واي، ومحل الساين تربيع هذا ساين الاكس، فبصير اكس تربيع، اذا برضه هذا بارابولا لانه هاي تربيع وهي مش تربيع. سيكنت تان هاي متطابقه، سيكنت تربيع تساوي تان تربيع زائد 1، حط بدل السيكنت تربيع اكس تربيع،
وبدل التان تربيع واي تربيع، جيبها لهون بصير ناقص. إذا شو اسمه هذا الشكل؟ هايبربولا. اللي فيه ساين وكوساين قلت لك لا هذا ساين ساين، ساين ساين شيء ثاني. لو ساين وكوساين سيركل، بس ساين ساين لا، معناته شوف بدي عاملها احاول الغي واحده منهم. يعني هون مثلا اخذت الساين شو بيساوي؟ اكس، ودي الاربعه لهون، اكس زائد 4 3. هون الساين هون يعني ممكن يساوي الساين بالساين، او انا هون شو حبيت اعمل؟ حبيت الساين هذا مش اكس زائد 4 3 اجي اخذه وعوضه محل هذا، فك القوس وظبطها بتطلع عندك الاكس والواي قوة واحد. اذا هذا الشكل شو؟ لاين. اذا طلب منك الميل تبعه السلوب اللي هو مشتقته، شو مشتقته؟ اثنين. يعني اذا دائما ذي بالخيارات اعطاك اللاين واعطاك شو السلوب، شو بتعمل؟ تشتق، تعرف انه السلوب هو المشتق. تمام، خلينا ناخذ الشكل العام للدائرة اذكركم فيه. اذا لقيت هاي طبعا تربيع، تربيع قلنا هاي دائرة، بس مرات بيكون جوا التربيع اكس ناقص اي واي ناقص بي. الـ A والـ B بيكون السنتر. يعني السنتر يعني المركز، والراديوس R. يعني مثلا لو أعطيتك هاي المعادلة تيجي بتقول لي تربيع وتربيع زائد، إذا هاي إيش؟ سيركل. حلو، شو المركز؟ 3 وسالب 1، تأخذ عكس إشارتهم. طب شو الراديوس؟ جذر الأربعة اللي هو 2. هاي R تربيع، هاي R جذرة. تمام، هنا حاولت بهاي الملاحظة لو أجيت قسمتها كلها على R تربيع، يعني قسمت هون R تربيع دخلت الـ R لجوا، هذا اللي هون سميته كوساين وهذا ساين، فبيطلع عندك هيك شكلها. فأنا بدي بسرعة، يعني إذا ما بدك تلغي مباشرة، إذا لقيت كوساين وساين ونفس المعامل R R بتكون هاي سيركل. وشو بيكون نصف القطر؟ R اللي هو هذا المعامل إكس واي. إذا لقيت المختلفات شو بيكون؟ إليبس. طيب والـ A والـ B اللي هو السنتر، يعني مثلا أعطيتك هاي ومش حاب تشتغل فيها أنت، بتيجي بتقول لي كوساين ساين معناته شو هاي؟ سيركل أطول. طيب شو الراديوس اللي هو نفس العدد 4 4، سنتر الراديوس 4 نصف القطر. طب السنتر ناخذ الارقام اللي هون، هون 3 هون شو في شيء 0 3 0. خليني نيجي على الشيء الاكثر اهمية. اذا اوكي، اول سؤال بهذا الدرس عشان نعرف ايش الاسئله اللي بتيجي عليه. اول سؤال بهذا الدرس ان اعطيك معادله واقول لك شو بتمثل، فانت شو بتلغي التي، يا اما بتستعمل المتطابقات او مثلا تاخذ واحدة منهم بتعوضها بالثانيه. بهي الحاله بنلغي التي ومنشوف الشكل بيطلع بنكتب اسمه. في ملاحظة هون ممكن تستخدمها انت، اذا لقيت كوساين وساين اذا المعاملات مختلفة شو بيكون؟ إليبس. اذا المعاملات متشابهة بيكون سيركل، الراديوس R اللي هو نفس العدد اللي هون مثل هون 4، والسنتر A و B. طبعا هون اثباتها لهي الملاحظة. هذا الموضوع خلصنا منه. اذا شو هذا الموضوع؟ انه بيجيب لك معادلة زي هيك وبيحكي لك شو اسم الشكل، بيكون حاط لك خيارات اسم الشكل. حلو، خلصنا منه، بتستخدم المطابقات بتدبر امورك. تمام، يعني مثلا خلينا نعطيكم مثال من عندي. يلا هاي مثلا لو اعطيتك اكس تساوي تي تربيع وواي تساوي 2 ناقص تي، ممكن يجي واحد مثلا يقول لي انا باخذ هذا، شوف عاده لو بدك تيجي تاخذ الجذر بصير موجب وسالب، فانا لا خليني اخذ هاي التي واعوضها هون. يعني هنا جيب التي لهون، هاي جيب التي وجيب الواي لهون، هاي 2 ناقص واي. تمام، خذ التي وعوضها هون، شو بتصير؟ 2 ناقص واي لكل تربيع. طبعا الواي تربيع وهي بدون تربيع، اذا شو هذا الشكل؟ بارابولا. واحده ثانيه مثلا ممكن تلاقي الاكس تساوي تي تربيع والواي تساوي 2 ناقص تي تربيع. شوف اذا لقيتها نفسها زي قبل شوي ساين ساين، لو اخذت هاي وعوضتها هون مثلا شو بتصير؟ الواي 2 ناقص بدل تي تربيع كلها اكس، فهون ايش؟ واحد واحد. اذا هذا الشكل ايش؟ لاين. انت دائما ممكن تلغيه وممكن تستعمل المتطرقات. نيجي على موضوع جديد وحلو وسهل ومضمون، تمام، اللي هو المشتقه. اذا كان عندي بارامتريك ايكويشن، عاده احنا بنسمي الكيرف سي، سي يعني اول حرف من كلمه كيرف منحنى يعني. فاذا كان الاكس اكس تي والواي دلاله تي وحبينا نشتقه دي واي على دي اكس، طبعا هي نفسها دي واي على دي تي، دي اكس على دي تي، لو قسمت فوق وتحت على دي تي فصارت واي براين على اكس براين. فباختصار لو طلب منك المشتقة ما في داعي تلغي التي، مرات يكون صعب تلغيها. يعني مثلا شوف هاي المسألة مثلا مش سهل انك تلغي التي تاخذ هاي تعوض هون، فبتشتغل فين زي ما هن، بتشتق الواي لحال والاكس لحال، بس تذكر دائما انه الواي فوق. طيب خلينا نشوف هون، طالب دي واي على دي اكس، دي واي او دي واي على دي اللي بنشتق الواي هون 3 تي تربيع وعلى هاي 2 تي. حبيت اختصرها عملت هون
جبت التي مع التي انا 3-2 تي. هسه في قانون للمشتقة الثانية. المشتقة الثانية بدك تشتق المشتقة الأولى، طب هي المشتقة الأولى. إذا إيش باجي؟ بشتق المشتقة الأولى التي وعلى مشتقة الإكس التي. فهون يعني شوفوا بس في شغلة هون لما يطلب مشتقة الثانية وكاتب لكم عندها مهم أنا هون. ليش؟ لأنه صاروا يجيبوها بالفترة الأخيرة، يعني صار يجي عليه كثير أسئلة. لما يطلب المشتقة الثانية، المشتقة الأولى أعملها بدلالة التي. بعدين شو بتيجي؟ بتشتقها فوق وتشتق الإكس مرة ثانية تحت. خليني أوريك هذا السؤال. يعني مثلا عندي هون الإكس، ركزوا معي، هاي الإكس تساوي تي زائد ساين التي، حلو، والواي كوساين التي، تمام؟ أجيت قلت لك أوجد دي واي على دي إكس عند البايع 2، حلو، منيجي قلنا ما في داعي انك تركبهن ببعض، اشتق كل واحد لحال، اشتقينا الاكس براين لحال واحد زائد بنشتقه لتي طبعا زائد كوساين التي، وبتشتق هاي لتي الواي براين شو بتساوي؟ سالب ساين التي. اذا صار عندك دي واي على دي اكس يساوي قلنا ايش؟ واي براين على اكس براين، الواي براين سالب ساين التي، والاكس براين واحد زائد كوساين التي. لا تنسى هذا المشتقة بشكل عام. هسا إذا أعطاك قيمة التي بتعوضها، يعني هون بده دي واي على دي إكس عندما تي تساوي بايع 2، فبيجي بنعوضها هون سالب شو ساين بايع 2 واحد، واحد زائد شو كوساين بايع 2 صفر، صارت سالب واحد على واحد وتساوي سالب واحد، تمام. طيب لو أجيت أنا نفس هذا، يعني هذا يسموه كيرف منحنى، لو أجيت على هذا وقلت لك أوجد لي المشتقة الثانية، حلو، شوف له شو هي المشتقة الثانية، مشتقة المشتقة الأولى صح؟ فأنا باجي بشتق المشتقة الأولى، طبعا هاي مشتقة إكس تنسوش، بشتق لتي وفي دي إكس على دي تي، تمام. هسا هاي بتأخذ هذا الجواب النهائي وشو بتعمل فيه؟ بتشتقه، ودي إكس على دي تي شو مشتقة؟ هي اللي هي نفسها واحد زائد كوساين تي، تمام. هاي دي اكس على دي تي هي احنا اصلا عاملينها اللي هي اكس براين تي، اكس براين تي هي نفسها دي اكس على دي تي، تمام. اوكي هاي بتحطها تحت اللي هي 1 زائد كوساين تي. نيجي على الدي الواي براين، يعني بدنا نشتق مش الواي براين تي، هاي في ناس ترى بيخربطوا، دير بالك احذر، مش هاي، مش هاي اللي بدي اشتقها هون انا، لا مش هاي الواي براين، مش واي براين تي، لا دي واي على دي اكس هاي اللي بدي اشتقها هون. فهي شو قسمة تصير؟ يعني المقام في مشتقة البسط اللي هو سالب كوساين ناقص البسط اللي هو سالب ساين في مشتقة المقام ساين سالب ساين على المقام تربيع، تمام؟ وبعدين بنظبطها. بتتذكروا بالكالكولس 1 كان اسمها هاي اللي هي السلوب اوف تانجنت، لما نيجي نشتق ونعوض هذا السلوب اوف تانجنت، تشينج السلوب اوف تانجنت في ايكويشن اوف تانجنت. هون اذا كان عندي اكس تي واي تي السلوب اللي هو ميل مماس، سلوب اوف تانجنت لما يعطيني تي اللي هي واي براين اكس براين زي قبل شوي اللي هي المشتقه بس بنعوض فيها النقطه. اذا طلب الايكويشن تذكروها اللي واي ناقص واي 1 في ام في اكس ناقص اكس 1. طيب خلينا ناخذ مثال عليها. مثلا هون اعطاني قال لي شو طلب مني هون؟ find the slope of tangent line لهاي. طيب نيجي أول شيء بنشتق الإكس براين لحال، الكوساين سالب ساين 2 تي في 2، والواي براين كوساين 2 تي في 2. أوكي هسا شو بده السلوب عند مين؟ عند البايعة 8. ما بنقول له الأم رمز دال بالرمز أم، من ناخذ واي براين البايعة، تنسوش دائما فوق الواي براين وتحت الإكس براين. أوكي يلا هون عوض الباعة 8 اضربها بالاثنين بتصير باعة 4، يعني بتصير 2 في كوساين باعة 4 اللي 1 على جذر 2. طيب هون سالب 2 عوض بالإكس ساين الباعة برضو هاي 1 على جذر 2، بتروح هاي مع هاي بيطلع الجواب النهائي هون ايش؟ سالب 1. طب لو طلبت منك المعادلة، شوف كيف نكتب المعادلة هون. هون معطيني الاكس يساوي تي تكعيب زائد تي،
والواي 4 تي تربيع زائد 3 تمام. حلو. هسا انا بدي بدي السلوب. لاحظين هون شو طالب؟ السلوب. طيب طالب مني السلوب عند النقطه 2 و7 اوكي. بس ركزوا لي بهي شوي. احنا عند السلوب شو بنعوض؟ بنعوض التي. يعني لما اقول لك هون السلوب عند تي بتعوض التي بالواي والاكس. طب لو اعطاني نقطه، اول خطوه بدك توجد التي. فخلينا ناخذ الاكس بنسويها بالاثنين والواي بنسويها، مساوي تي تكعيب زائد تي بالاثنين ومساوي 4 تي تربيع زائد 3 بالسبعة. شوفوا لازم تحقق التنتين مع بعض. انت اختار الاسهل لك، يعني الاولى شكلها صعبة مش تروح طلعوا تي عام مشترك لانه مش صفر. خلينا نحل الثانية. هون 4 تي تربيع تساوي ود الثلاث لهون 4، فبصير عندك تي تربيع 1، اذا التي اما 1 او سالب 1. طب ممكن ناخذ 2 بس خلينا نتاكد. عوض الواحد بالاولى، 1 زائد 1 2 اه. طب عوض السالب 1، سالب 1 زائد سالب 1 مش 2، اذا هذا مرفوض. لازم انت تاخذ التي اللي بتحقق الاثنين، يعني هذا سويه باكس وهذا سويه بواي. حل واحده منهم وتاكد من الثانيه. انا جيت حليت هاي حسيتها اسهل، طلع جوابين عوضهم. طبعا ممكن جوابين اوكي وممكن ولا واحد منهم. يعني هسه في عندي هون، يعني ممكن اذا ولا واحد ساعتها بنقول ما فيش تانجنت لاين. اذا كان اثنين ممكن يطلع عندك سلوبين عادي، يعني ممكن يطلع عندك ولا سلوب او سلوب واحد او سلوبين، اكثر شيء سلوبين يعني. اوكي اذا وش طلعت التي؟ واحد. نيجي بنشتق الاكس برايم 3 تي تربيع زائد 1 والواي برايم 8 تي، فبنقول السلوب واي برايم الواحد على اكس برايم الواحد. واي برايم الواحد عوضها بتطلع 8، واكس براين 1 3 زائد 1 4، شو بيطلع السلوب؟ 2 تمام. هاي الجواب اللي هون. طبعا هون اذا طلب منك الايكويشن اوف تانجنت لاين، مثلا قلت لك واي صفر، انا ما بدي واي بدي تي، فبناخذ الواي ونحط بدلها صفر، شو طلعت التي؟ سالب 2. هسه باجي بشتقهم بطلع السلوب ومطبق المعادله، واي ناقص واي 1 تساوي ام في اكس. طبعا واي 1 واكس 1 هي النقطه اللي بيعطيك اياها، هون معطيني واي 1 صفر. طب كيف بدي اطلع الاكس؟ التي قديش طلعت معي انا اصلا؟ التي طلعت سالب 2، عوضها بالاكس، حطوا سالب 2 تطلع الاكس 1. اوكي؟ نحط لكم امثله كافيه ان شاء الله. طيب نيجي على شغله كمان اللي هو المماس الافقي والمماس العمودي، هي لازم برضه نحكي عنها. شوفوا اذا كان عندي، هسا احنا متفقين انه السلوب شو بيساوي؟ واي براين اكس براين صح؟ هسا اذا اللي فوق صفر شو بيكون؟ هوريزونتال تانجنت، مماس افقي. اذا اللي تحت صفر نقول عنه فيرتيكال تانجنت. بس شوفوا ما يكون صفر على صفر، ما يكون صفر على صفر. هاي كيف بعبر عنها انا؟ بقول لك هنا اذا بدي هوريزونتال تانجنت مماس افقي بده يكون الواي براين صفر، يعني هذا الفوقاني صفر، الميل يكون صفر، يعني بكون مماس افقي. الواي براين صفر بس الاكس براين مش صفر، فانت بتيجي بتحل هاي بتتاكد انه الاكس براين مش صفر، والعكس صحيح برضه الفيرتيكال الاكس براين صفر الواي براين مش صفر. هون مثلا بقول لك اعطيني قيم تي اللي بيكون عندها هوريزونتال تانجنت. شوفوا الهوريزونتال شو بدك تشتق الواي؟ اشتقيناه سويته بالصفر طلع عندي صفر واحد سالب واحد. هسا ما بقبلهم كلهم، باجي بشتق الاكس وبعوضهم كلهم، عوض الصفر اعطاك صفر مرفوض. ليش؟ انت بتاخذ يعني مثلا الهوريزونتال مش طلب هون هوريزونتال، بتاخذ الواي برايم وين الواي؟ هيها اشتقيتها، بس تتاكد انه الاكس برايم مش صفر، فانت برضه راح تشتق التنتين، راح تشتق الواي براين هون والاكس براين هون. بعد ما تخلص شغلك بالواي براين تيجي بتصير تتاكد اللي صفر ما بدي اياها، انا بدي يكون لا يساوي صفر. فاخذنا هاي وهاي. هون بده فيرتيكال، فيرتيكال بدي الاكس، اخذت الاكس سويتها بالصفر طلع معي جوابين، باخذ الواي على جنب بشتقها وبعوض، اللي بتطلع صفر برفضها باخذ اللي مش صفر تمام. طبعا ممكن التنتين ينقبلن. هسا شوف لو طلب النقطه، يعني مثلا هون مثلا التي واحد صح؟ طب جرب عوض الواحد، الاكس واحد والواي سالب واحد. طب عوض السالب واحد، على فكره هذول التنتين بيعطينك نفس النقطه، يعني لو تعوض التي واحد لانه كلهم شايفين تربيع 4 تربيع، فهذول التنتين يعني بتعطينك نفس النقطه. فمرات ما بيطلبوا قيم التي، مرات بيطلبوا البوينت. اذا طلب البوينت التي اللي بتطلع بتعوضها باكس واي، فهذول التنتين لو طلب البوينت كان شو طلع الجواب؟ واحد وسالب واحد. التنتين بيعطينك نفس النقطه. اخر موضوع راح نحكي عنه اللي هو الارك لينكث. الارك لينكث اللي هو يعني طول المنحنى او طول القوس. يعني مرات انا مثلا بتكون عندي مثلا جسم بتحرك مشي هيك هيك هيك، لو سالتك شو قطع من هون لهون
اللي هي طول المسافة هاي من هون لهون. فلو عرفت نقطة البداية يعني مثلا نفترض هاي عملتها اكس تي واي تي، عملتها بارامتريك، بدك الطول. الطول هذا له قانون، بتاخذ قيم التي، التي منين تغيرت مثلا من A إلى B، بتكامل من A إلى B عشان تاخذ الطول هذا كله. وفي قانون جذر X براين تربيع زائد Y براين تربيع، هذا هو القانون اللي رايحين نتعامل معه. بقول لك إذا بدك طول القوس، بيعطيك فترة طبعا X و Y، شو بتعمل؟ تاخذ التكامل من A إلى B جذر ال X براين تربيع زائد Y براين تربيع، وبعدين بنكمله. طبعا انتم معكم آلة حاسبة بتكملوا، يعني فيش داعي نغلب حالنا بطرق التكامل، لانه هذا امتحان اونلاين فبتتعامل بالآلة الحاسبة. هون مثلا بقول لك اوجد الارك لينك، اول شغله شو بتعمل؟ تاخذ الاكس براين وبتاخذ الواي براين، تشتق، انما يطلب الارك لينك مشتق الاكس ومشتق الواي. بناخذ جذر اكس براين تربيع زائد واي براين تربيع، هاي الاكس براين تربيع واي براين تربيع. طبعا انا زبطتها ليش؟ لانه بدي احل بدون آلة حاسبة. اذا بدك آلة حاسبة خلص مباشرة من صفر لجذر الخمسة وبتفوت هاي، بطلع لك الجواب بالآلة الحاسبة. هون مرات بجوز ما بده الجواب النهائي، بده اياك تعمل تكامل، بتعمل التكامل لهون. هاي مثلا الاكس براين سالب 3 ساين والواي براين 3 كوساين، بنقول جذر اكس براين تربيع زائد واي براين تربيع، هاي بتصير 9 ساين تربيع زائد 9 كوساين تربيع. ممكن يخطر على بالك تطلع التسعة عامل مشترك، هاي شو بتحط بدالها؟ واحد. شو جذر التسعة؟ 3. اذا هذا هو الشيء اللي انا بدي اكامله. انتوا دائما حاولوا تجهزوا هذا اللي بدكم تكاملوه. فانا شو راح اكامل؟ الثلاث. طبعا لما يقول لك كامله، انتوا عارفين انه اللي بيها كوساين وساين ونفس المعامل شو بتكون؟ دائره. طب الدائره حتى تاخذها كامله والتي منين بدك تاخذها؟ من صفر لاثنين باي، كاملها بتطلع ستة باي. طبعا هذا هو القانون الاخير، هذا الموضوع اللي هو الاول اللي هو البارامتريك. راح اعطيك ورقه عمل عليه ان شاء الله بنزلها، وهذا الورق راح انزله درسوه، ما فيش فيه شيء. ثلاث شغلات بدي تركزوا عليها: اسم الشكل، كيف تشتق مشتقه اولى ومشتقه ثانيه، توجد السلوب والمعادله والايكويشن اوف تانجنت لاين، اخر شيء قانون الارك لينث.